مجلة الطبيعة وهي من أشهر المجلات العلمية نشرت بحثاً جديداً يؤكد أن صيام شهر رمضان يزيد قدرة الجسم على مقاومة الأورام، فقد تم إجراء التحاليل الطبية لأشخاص صاموا شهر رمضان وكانت المفاجأة. جميع الذين شاركوا في الدراسة كان لديهم زيادة كبيرة في الجسيمات المضادة للسرطان وزيادة في العوامل المثبطة للأورام. كذلك جميع المشاركين في هذه الدراسة حدثت لديهم تغيرات مهمة على مستوى الجينات زادت من قدرة الجهاز المناعي ضد مختلف الفيروسات. طبعا هذه الدراسة نالت اعتراف المجلة العلمية الأكثر شهرة على مستوى العالم، حيث أكدت أن الصيام على الطريقة الإسلامية أي من الفجر إلى غروب الشمس أدى إلى حدوث استجابة بروتينية مضادة لمرض السكري وتخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم. هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، حيث أكدت أن صيام 30 يوماً من الفجر حتى غروب الشمس يحفز في الجسم بروتينات مسؤولة عن تقوية النظام المناعي والوقاية من السرطان والوقاية من السمنة والسكري. الغريب أن هذه الدراسة كشفت أن الصيام في شهر رمضان ينظم البروتينات الواقية من مرض الزهايمر، أيضا يعالج الاضطرابات النفسية والعصبية مثل الوسواس القهري والفصام والتوتر النفسي. الدراسة التي نشرت في 27 أكتوبر 2020 وجدت شيئا غريبا، وهو أن الصيام لمدة 30 يوما على الطريقة الإسلامية يعيد ضبط الساعة البيولوجية للإنسان، وهذا بدوره يساعد على الوقاية من السرطان في المستقبل. كذلك يعيد ضبط الساعة البيولوجية للكبد فيصبح أكثر قدرة على تخليص الجسم من السموم. لقد تم إجراء الفحوصات بعد 30 يوما من الصيام، فتبين أن نسبة الالتهابات انخفضت بشكل كبير وزادت قدرة النظام المناعي بشكل مذهل، سبحان الله. مجلة الطبيعة تقول إن العينات المأخوذة من المشاركين في التجربة تغيرت كثيرا بعد 4 أسابيع من الصيام. لقد تحسن أداء النظام المناعي بشكل ملفت للانتباه، كما أن العيوب الموجودة في الحمض النووي DNA قد اختفت بعد 30 يوما من الصيام. أيها الأحبة، هناك خلل خطير يصيب الكثير من الناس دون أن يدركوا خطورته على حياتهم، يدعى متلازمة الأيض أو متلازمة التمثيل الغذائي. فما هو هذا المرض؟ إنه عبارة عن مجموعة من الاضطرابات في الجسم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، عدوا معي، والسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون الضارة، زيادة الكوليسترول، مشاكل أخرى تتعلق بالوزن الزائد مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون العصبي وآلام العمود الفقري. الخبر المفرح أن صيام 30 يوما من الفجر إلى غروب الشمس يقي تماما من هذه المتلازمة الخطيرة، وبالتالي هو وقاية من أمراض القلب وضغط الدم والسكتة الدماغية والزهايمر والسكر من النوع الثاني. أحبتي في الله، الدراسة توصي بأن يقوم الإنسان بصيام شهر كامل من الفجر إلى غروب الشمس كأسلوب علاجي فعال جدا ضد الأمراض الخطيرة وبخاصة الفيروسات والسرطان. ومن هنا ندرك لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بصيام شهر كامل هو شهر رمضان. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا يدل على أن الله تعالى يريد لنا الخير، يريد لنا الحياة الصحية والسعيدة والمطمئنة، ويريدنا أن نحظى بفوائد الصيام الرائعة. كثير من علماء الغرب يتحدثون عن الصيام كأسلوب لا يمكن أن يعدله أي أسلوب آخر في العلاج، لأنه أسلوب آمن وفعال وليس له آثار جانبية ومجانية. إن الصيام بالفعل لا يعدله شيء. العجيب أن هذا بالضبط ما أكده حبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة عندما قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. سبحان الله.
ونتساءل أيها الأحبة، من الذي أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالفوائد المذهلة لصيام شهر كامل من كل عام؟ ومن الذي أخبره أن الصيام لا يعدله أي أسلوب آخر في العلاج؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخيرا، ألا نشكر هذا الإله العظيم على نعمة الصيام؟ فالحمد لله رب العالمين.